أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم مشهد وجايزة. معانا فنان حدوتة في الأداء، حدوتة ببساطة شديدة جدا، حدوتة مصرية متهيألي عرفناها، هو ابن النيل الفنان محمد منير. أهلا بيك. أهلا بيك. وكل سنة وأنت طيب. سنة وأنت طيب. يمكن هنتوقف النهاردة عند منير الممثل، وده هو مش جديد على الناس، لكن المشهد اللي هنشوفه واللي انت اخترته معايا النهاردة هو الجديد. انا عايزك تحكي لي على المشهد ده شوية. هو يمكن انا في الفيلم ده مريت بتجربتين، تجربة محاولة اغتيال وتجربة اغتيال. تمام. يعني ان انا في نهايه المشهد ده بموت. الاحساس ده كان منتابني من الصبح، كنت يعني لان كنت عارف ان في اليوم الفلاني ده هنصور هذا المشهد. يعني حتى انا وصاحي من النوم كده وباخد حمام الصبح كده، يعني بستحمى كاني بودع الحياه، عارف يعني. كان لان المشهد كان صعب، وكان اصعب ما فيه هو تجهيزي والمكان اللي هيتحط فيه الخنجر، الدم، كل الحاجات دي كانت بتتعامل حواليا يمكن في خلال ساعتين ثلاثه. لاول مره يمكن في اللوكيشن، انا معروف ان انا برغي وبتكلم كتير، كنت ساكت، كان عندي احساس كده ان انا مستني شيء مهم. اللحظه دي ده تجهيزك تقصد بيه؟ انت كنت متجهز نفسيا من الصبح زي ما قلت، متجهز نفسيا بقى، لكن في تجهيز تاني، التجهيز الشكلي بقى للموضوع. وده الشكل ده برضو منظر اللون الاحمر على منظر انك تحاسس كده ان ظهرك كده بيتعامل فيه حفره كبيره عشان اتحط فيه سهم. التجارب ان السهم يعني احساسك ده، احساس اللحظه دي كان فيها صعب، فيها الاستقبال ده فعلا. كنت انت خلصت عليا زي ما قلت. دور ده كنت بتلعب شخصية مطرب وشاعر الأندلس مروان، وفي مشهد انت بتحارب، انت كنت عاشق للحياة وعاشق للفن ودي حقيقتك في الواقع، ايضا كنت بتحارب الفساد والتطرف اللي بيحاول يغتال هذا الفن الجميل. فأعتقد ان هناك تشابه بينك وبين مروان. مروان يعني ما اقدرش اقول عليه مثقف مكتمل، لكن في عنده كميه كبيره من الوعي، عنده كميه كبيره من الانتماء. فنان بيحب الناس ومحب للحياه ومحب للموسيقى وللسعاده وللاخرين. مروان ضد الاستبداد وضد الدكتاتورية وضد الفهم الغير واعي، الفهم الغير مقنن اللي ما فيهوش منطق. مروان في النهاية صاحب مبدأ، مش من الضرورة ان هو يكون مكتمل القوة الجسمانية ويبقى بطل وطرزان، لا، هو كان صاحب حق، والحق ده كان مديله نوع من القوة. برضو مرجوع لسؤالي، أنا استشعرت أن مروان ومنير وجهان لعملة واحدة، هل ده حقيقي؟ يعني أنت كده في الطبيعة؟ يعني هي شخصية قريبة مني، قريبة من كل ظروفي، يعني حتى في معالي يمكن استثناء حكاية الاغتيال دي، لكن أي شيء، أي بني آدم عايز يعمل قيمة، عايز يعمل حقيقة منورة ومولعة كده، لازم يكون في عناصر وجبهات رافضه ليه، ورافضه الافكار والافكار المتحرره دي مره واحده، على مره واحده. بس الحاله النفسيه، حتى ليلى علو يمكن كانت شاركتني في المشهد، كان ليها يعني يمكن ظروف عائليه، كان والدها لسه متوفي. بالظبط، ده بديني رغم ان احنا الجو كله كان في حالة كده، يعني حزن كده عميق وطاهر. ايه رد الفعل المباشر من المخرج او من فريق العمل اثناء التصوير، يعني بعد ما صورت مشهد الاغتيال؟
كلنا في الهم سوا، كلنا كنا شايلين هم المشهد ده، وكلنا حسينا بمجرد انتهاء، لأنه كان الموضوع يا يتصدق يا يبقى حاجة كذب. الأداء ده أنت استرجعت فيه أي ذكريات شخصية، ولا وجودك وسط التاريخ والأتموسفير الفني اللي كان عامله المخرج عيشك شخصية مروان؟ لا انا زي ما قلت لك حكايه شخصيه مروان قريبه من طبيعتي، وانا يعني دايما في الغنى ببذل مجهود وبحبه وبعشقه يعني، وبعتقد ان هو ده الوسيله الوحيده اللي امارس بيها الجمال والحب والخير. فاحساسي بلحظه الاغتيال لكل القيم الحلوه دي ايوه كان صعب. وليه وعشان ايه؟ وده يمكن اللي كان مخليني طول نهار تصوير الفيلم ده ساكت ما بتكلمش، يعني عندي احساس الداخلي ان انا داخل على لحظة اغتيال. بس السؤال العنيف يعني بتغتالني ليه؟ ليه؟ عشان كده احنا يعني انا مؤمن بالمرحلة القادمة، وبل بالعكس هعتبرها شعار نعلي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنة. نستمتع بالمشهد ده مع السادة المشاهدين عشان يشوفوا أداء الفنان منير. هناك كممثل كمان بجوار إنك مطرب جميل، وبناء عليه بندي لك شهادة تقدير باسم التلفزيون المصري على أدائك في هذا المشهد العالي جدا. الله، أنا متشكر ليك والجمهور المشاهدين بالمناسبة كل سنة وهم طيبين يا رب، وإن شاء الله نلتقي على خير وعلى تقدير جديد وأعمال جديدة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. أعزائي المشاهدين، وغدا نلتقي مع نجم جديد ومشهد جديد وجائزة جديدة، وإلى اللقاء.